وللحديث أكثر حول الأسواق المالية العالمية معنا الفلسطيني أستاذ وائل مكارم محلل الأسواق ICM Capital. مرحبا بك أستاذ وائل. الله يعافيك. ما هو الشيء المؤثر على المؤشرات اليوم وما سبب الارتفاع؟ هل هو تنصيب بايدن وهل الأسواق متفائلة لهذه الدرجة مع بايدن خلال الفترة القادمة؟ صحيح. اليوم بايدن يعني من أول ما فاز بالانتخابات بايدن وخلص يعني أوضح وأعلن عن نيته باتخاذ المزيد من الأجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي ومنه حزمة التحفيز اللي كان عم تنذكر وأخرها حزمة التحفيز 1.9 تريليون اللي عم بيطالب فيها. هذا شيء عطي أثر إيجابي على الأسواق. من ناحية أخرى أيضا القرارات اللي بلش ياخدها عم تعطي منحة إيجابي، عم بتخفف شوي من ضغوطات أو المخاطر السلبية على الاقتصاد، منه العودة مثلا لاتفاقية باريس حول المناخ، منها كمان البقاء بالWorld Health Organization. يعني كل هودي عم بتفرجي أدائه راح يكون عكس أداء ترامب يلي كان مليء بكل المخاطر يلي على الاقتصاد، فهذا الشيء طبعا عم بيريح المستثمرين وعم بيؤدي لارتفاعات في الأسواق. طيب هل تعتقد أن الشركات أيضا نتائج شركات التكنولوجيا هي سبب في الارتفاع أم تنصيب بايدن هو كان هلا هو شيء يعني اليوم الأسواق بترتفع مش على فاكتور واحد، في عدة عوامل بتدعم بنفس الاتجاه. طبعا نحن عم نشوف أرباح أو يعني أرقام قوية للشركات الأمريكية بالربع الرابع، وطبعا هذا الشيء بيعود أيضا لسياسات التحفيز اللي كانت متتالية، إن كان من قبل الاحتياطي الفيدرالي كتحفيز نقدي أو التحفيز المالي من الحكومات الفيدرالية، فهذا الشيء كان عم يدعم أداء الشركات خلال الربع الثالث الربع الرابع، فعم يترجم كله يعني في عدة عوامل عم بتترجم هيدا الارتفاع اللي عم بيصير في الأسواق. هذه الأمور رفعت من شهية المخاطر بالنسبة للمستثمرين وضغطت على الدولار بشكل واضح. هل سيستمر هذا الضغط على الدولار بسبب شهية المستثمرين الكبار المخاطرة؟ نحن رح نربط شوي الأداء اللي عم بيصير بالدولار مع عوائد السندات. الأسبوع الفائت أول أسبوع الفائت شفنا ارتفاع بالدولار كان سببه ارتفاع بعوائد السندات يلي تخطت الأجل 10 سنوات، كانت عم تتخطى حاجز 1%، عم ترتفع تقريبا 1.18%. هذا الشيء كان أداء واضح. مع عودة عوائد السندات وخسارة بعض الأرباح اللي كانت حققتها، هذا الشيء ضغط طبعا بصورة على الدولار. من ناحية أخرى حديث يلن ودعمه الواضح على نهج بايدن بالتحفيز المالي طبعا عم بحط بعض الضغوطات على الدولار، ولكن هذا الشيء رح يترجح مع الأرقام الاقتصادية الأمريكية اللي رح نشهدها خلال هذا الشهر، وأيضا أي حديث من الفدرالي حول السياسة النقدية على المسار الأطول. ما هي توقعاتك بالنسبة لدول أوروبا وخصوصا الاجتماع المركزي الأوروبي اليوم؟ اليوم الاجتماع المركزي الأوروبي يعني ما متوقع يكون فيه مغيرات كبيرة. طبعا اليوم أوروبا في عندها عدة ضغوطات، وخاصة أنه في حديث أنه بالرغم من الإغلاقات ما عم يشهدوا بعد تحسن يعني بعدد الإصابة بفيروس كورونا، هيدا الشيء عم بيحط ضغوطات. من ناحية أخرى اليوم عم نسمع فايزر عم بتتأخر بتسليم اللقاحات، وهيدا الشيء عم بيحط ضغط بخلال هول الأسبوعين الثلاثة اللي جايين، لأنهم كانوا عم بيوعدوا أنه مثل يعوضوا خلال نهاية شهر الثاني وبداية شهر الثالث، فهذا بيحط الحكومات عن ضغط لأربع أسابيع. هذا الشيء طبعا رح يكون في له وقع على الاقتصاد. المصرف المركزي الأوروبي من يعني برنامج شراء الأصول اللي عم بيستعمله لحتى يحمي الاقتصاد بعد فيه بقلبه سعة لحتى يدعم الأنشطة الاقتصادية، فمش بحاجة لحتى يقوم بخطوات بالوقت الحالي. أخيرا بالنسبة للأسواق الآسيوية تنتعش بشكل واضح، بالنسبة للأسواق الصينية أيضا الأسواق اليابانية، بالرغم من بعض المؤشرات السلبية في الاقتصاد الياباني وهي رفع نسبة المخاطرة 5.6، ما رأيك؟ الأسهم اليابانية ككل يعني كان الأسهم الآسيوية ككل يعني الأسهم الصينية ولا الأسهم اليابانية ولا الكورية كانت عم تستفيد هي طبعا من استطاعة الحكومات التخلص من فيروس كورونا بوقت أسرع، وهذا الشيء سمح لعودة نشاط الاقتصادي بالدول الآسيوية قبل الدول الأخرى. واحدة من أهم المخاطر رح تكون لهذه الأسهم على المدى الطويل في حال رجعنا نشهد عودة تفشي فيروس كورونا بشكل واضح بالدول الآسيوية وفرضت إغلاقات، هذا الشيء راح يحط ضغوطات على المؤشرات. أما بالناحية الأخرى يعني في حال استطاعوا السيطرة المنحة إيجابي راح يبقى. أستاذ وائل مكارم شكرا جزيلا لك. كلك ذوق.